أكدت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني أن الاتحاد مستعد لدعم عملية المفاوضات المساعدة في تطبيق خطة لحل الأزمة الخليجية مع قطر، خاصة ما يتعلق بمكافحة الإرهاب. وخلال لقائها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، دعت موغيريني جميع الأطراف للدخول في مفاوضات للاتفاق على مبادئ واضحة وخريطة طريق لحل الأزمة، كما شنت المسؤولة الأوروبية كما ثمنت جهود الكويت الرامية لحل الأزمة.